اتفقنا مع بعض في السلايد اللي فات ان او السلايد اللي قبل اللي فات ان فكره الحدث او فكره الاوبزرفيشن في اول مرحله قايمه على عدد الناس اللي انا بعمل عليهم الاوبزرفيشن بتاع او بلاحظ فيهم المرض ده، يا اما شخص واحد يا اما حوالي 10 اشخاص يا اما اكتر من 10 اشخاص بقى متطالع ايا كان العدد ايه. واتفقنا مع بعض ان ثالث كاتيجوري من الكاتيجوريز دي اللي هو اكتر من 10 اشخاص ببتدي برجع واقسمه ثاني تبعا يعني الوجه المقارنه لسه ما اتكلمناش عنه. طب ايه وجه المقارنه الثاني؟ قال لك فكره انت هتوصف كم مره، او بمعنى اصح هتبتدي تلاحظ عليهم الحاجه اللي انت بتعملها او المرض اللي انت بتتكلم عنه كم مره، او بمعنى اصح هتست فعلا الديزيز موجود فيهم ولا لا كم مره. بمعنى قال لك السب تايب الثالث في الحاله دي بيكون هو انا كده كده باخد سكشن من المجتمع، باخد عينه من المجتمع وابتدي ادرسها، عينه المهم تبقى اكتر من 10 اشخاص مش شخص واحد بس، ابتدي اوصف المرض في الحاله دي تمام، وقد ايه فيهم المرض فعلا باين، مين اساسا ما فيهوش مرض بس ممكن يبقى عنده الكلينيكال بيكتشر بتاعه حاله زي كده بس هو فعلا ما فيهوش المرض. يعني انا بعمل تست او بدرس المجموعه اللي قدامي دي بدقه عاليه قوي 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 قوي، وده اللي بيخلي اعلى دقه من الباقيين ان انا بدرس عدد اكبر وبالتالي بتكون المعلومات اللي واصلاني اكتر. فالمهم ان انا بعمل تست من الاخر تمام عشان تبقى الدنيا موصله ببعضها. بس الفكره هنا انا هعمل التست كم مره عشان ممكن يبقى في ناس فيهم الديزيز مش باين فيهم دلوقتي، انا قلت ان هم مش مرضى مثلا، او ناس باين فيهم الديزيز اوكي وبعدين شويه وما عادش فيهم الديزيز تاني عادي، ما ممكن ربنا شفاهم يا عم. فالفكره هنا او الوجه المقارنه اللي انا بقارن بيه في النوع الثالث، احنا متفقين ان هو عدد كبير، هو فكره انا عملت التست كم مره، وايه فكره التست اللي انا بعمله في العدد الكبير اساسا. قال لك دلوقتي المفروض ان احنا سائلين ان وجه المقارنه اللي انا بستخدمه هو فكره انا هعمل التست كم مره، يعني هعمله مره واحده بس ولا هعمله اكتر من مره. ليه هيفرق؟ قال لك لو انت هتعمل التست ده مره، يعني مثلا جبت 50 شخص او رحت مدرسه مثلا وعملت وابتديت ان انت تشوف عدد المصابين بالكورونا فيه تمام عشان تبتدي تدرس المرض فيهم، فلقيت ان 60% منهم مثلا هم اللي مرضوا بالكورونا و40 لا، ده بسميه طالما عملت التست مره بقى وخدت 60 وقعدت تدرس عليهم زي ما انت ما عايز، ده بسميه حاجه اسمها كروس سكشنال تمام، او ان انا هعمل التست ده اكتر من مره، يعني مثلا عملت لهم الشهر ده التست ده تمام، وبعدين بعدها بشهر عملت نفس التست تاني، وبعدين بعدها بشهر عملت التست كمان تالت مره. بسمي الحاله دي ايه؟ بسميها لونجيتيودينال سكشنال ستدي. يبقى انا دلوقتي في المرحله الثالثه من وصف الحدث، او في المرحله الثالثه من انا بقى يعني انا عارفه الحدث بتجمع الكلمه في حته معينه، بس خلينا نقول انا عملت التست على كم شخص، عدد اشخاص كتير، يبقى انا حددت الكاتيجوري بتاعي ان انا سكشنال تمام، عدد كبير اكتر من 10 دي اول حاجه. طب انت هتعمل التست كم مره؟ هل مره فكروس سكشنال مره واحده بس، ولا عملت التست اكتر من مره حتى لو ما بينه وما بين التست اللي انت لسه عامله مثلا ساعتين؟ يعني انا لو عملت التست لنفس المجموعه دي مره وبعدها بساعتين عدت التست ده كمان، هيبقى بتجه لايه؟ للونجيتيودينال سكشنال ستدي، لان انا عملته على اكتر من مره. ده اهم فرق مهم تبقى بالنسبه لي، تبقى عارفه بالنسبه لي تمام. طب انت ليه بتقولي هنا في حاجه اسمها السكند ديسيجن؟ قال لك انا المفروض ان انا فيرست ديسيجن بحدد هي كانت اوبزرفيشنال ولا كلينيكال ترايل. ليه هنا في سكند ديسيجن؟ قال لك في هنا سكند ديسيجن لان انا يعني هي حاجه عاليه شويه الدكتور كان قالها، هي فكره ان التقسيمه دي تقسيمه جوهريه اصلا، لان انا التو ديزاينز اللي انا لسه قايلهم من شويه سواء كيس سيريس او كيس ريبورت غير معترف بيهم اساسا، ما بستعملهمش اصلا، فدي بتبقى اول حاجه بستعملها اساسا كديزاين كستدي ديزاين بالنسبه لي كريسيرشر او كشخص بيدور. انا اللي فاتوا ما بلتفتش ليهم الا لو رير ديزيز، انما لو بتكلم على ديزيز عادي بقى وبشوف دنيته ايه او بشوف سؤالي في اتجاهه ايه، فابتدي ان انا اتجه للايه للانواع دي، يبقى يا اما كروس سكشنال يا اما لونجيتيودينال سكشن. عشان في هنا عشان كده بيقول لك سكند سيجن، ان دي انا عايز اعرف البحث او السؤال اللي انا بساله ده اتعمل مره ولا اكتر من مره. اوكي يبقى سكند سيجن عفوا النوع هنا يا اما كروس سكشنال يا اما لونجيتيودينال ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سكشنال لونجيتيودينال سكشنال ستدي. المهم بالنسبه لي ان انا لما باجي استعمل او اجي ادور او اجي اختار سؤال زي ده فيما يتعلق بالام سي كيو عندي اختاره امتى؟ قال لك لما يجي لك حاجتين، المفروض ان انا دلوقتي وانا بسال السؤال انا بوصف حدث، يعني انا بشوف كلينيكال بيكتشر معينه، بشوف باثولوجي معين عشان ادايجنوز ان فعلا الشخص ده مصاب بالمرض الفلاني، انا بشوف الوصف بتاعه بوصف الحدث وشوف الوصف بتاعه ضمن المرضى الموجودين قدامي عشان دول الاقي اللي هعمل عليهم الريسيرش بتاعي. فبيبقى اي فكره الكي وورد فيما يتعلق بالاستادي دي في الام سي كيو عندي هي سواء جاب لك دايجنوزس او بريفلنس، لان انا هنا بشوف نسبه انتشار. يعني انا دلوقتي عندي مجموعه من البشر حوالي
اتنين شخص، انا بوصف الحدث اللي فيهم اللي هو ايه، تفشي مرض معين او وجود الكورونا، تمام. المفروض ان يبقى ليها كرايتيريا معينه سواء كلينيكال بيكتشر او باثولوجي بتبقى موجوده، بيزونيت ببتدي ادايجنوس الحاله، انا لا دورت على مسببات ولا دورت على نتيجه ان هو فيهم كورونا، لا انا بوصف الحدث بتاعهم بالمكونات الحدث الموجود قدامي، انت مصاب يا مش مصاب، تمام. دي بستعمل فيها انهي ستادي؟ قلنا زي ما اتفقنا السكشنال ستادي. لو هي عملت التست مره واحده مثلا وطلع لي ان نسبه الناس المرضى 60% ونسبه الناس اللي مش مرضى حوالي 40% وخلاص وسكت على كده، قالك انه اتعمل مره واحده واتعمل ريزلت معينه وطلع 60% مرضى و40% مش مرضى بس وسكت، وقال لك ان انا بدرس البريفلنس او بشوف الدايجنوز بتاع الكورونا فايروس مثلا ان 100% فران اكزامبل، ابتدي اختار ايه؟ ابتدي اختار الكروس سكشنال ستادي، تمام. انما لو قالك بقى ان انا عملت ان انا حاولت اقيس مثلا او اشوف البريفلنس بتاع الكورونا فايروس او الاتش بايلوري تيست في 100 شخص، تمام، وعملت ان سيفرال اوكيشن، عملت التست ده ان سيفرال اوكيشن وفي الثلاثه اوكيشنز اللي انا عملت فيهم طلع فعلا النسبه ثابته من 60 يعني 60% مصابين و40% لا، دي في الحاله دي ايه؟ هو هنا بريفلنس وهنا بريفلنس وهنا دايجنوزس وهنا دايجنوزس، بس قال لك ان انا عملت الحاله دي في سيفرال اوكيشن، ابتدي ان انا اختار اللونجيتيودنال سكشن ستادي، ان دي حاجه بتتكرر اكتر من مره، تمام. ان انا عملت التست يعني طالما تست واحد وكررته، طالما تست واحد وكررته يبقى لونجيتيودنال، انما لو تست واحد وعملته مره واحده يبقى كروس سكشنال. في حته بقى بيلعب فيها في الام سي كيو ان هو ايه، يقول لك مثلا انا عملت تست مره واحده، تمام، عملت الاتش بايلوري تست ده مره، اوكي، وبعدين بعد ما عملت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد التست ده عملت لهم تست يقيس مثلا الاتش سي ال في الاستومك عنده، تمام، اللي هو تركيز الكونسنتريشن بتاع ال HCL عند الناس مثلا المصابين بال H بايلوري، فئه لقيت فيهم 60% عالي وفئه لقيت وفئه 40% ما لقيتش فيهم ال HCL عالي او ال HCL فيهم واطي، يبقى ده نوعه ايه؟ هتقول لي ما هو انا عملت دلوقتي تيستين، يعني انا عملت له في الاول تيست اتش بايلوري وبعدين التيست اللي بعد كده عملت شفت الكونسنتريشن بتاع الاتش سي ال، يبقى انت نوع الاستادي بتاعك بقى الاستادي اللي بيتكلم على ان انا عملت الاتش سي ال ده بقى وشفت تركيز الاتش سي ال ده بقى، حتى لو انا كنت عامل لهم قبل كده الاتش بايلوري ده النوع الاستادي ايه؟ هتقول لي ما في تيستين دلوقتي اتعملوا حتى لو في بينهم وقت، ما ده خد وقت وبعدين راح عمل ده، يبقى ده نوع ايه؟ لونجيتيودنال ولا كروس سكشنال؟ هتقول لي كروس سكشنال. المهم بالنسبه لي الخلاصه من الكلمتين اللي انا قلت لهم ان لو انا عملت تستين ورا بعض او حصل كان في بينهم وقت متباين، والمهم ان التستين مش شبه بعض يبقى ده كروس سكشن، انا لسه زي ما انا، انما لو التستين متشابهين اون سيفرال اوكيجن يعني نفس التست اتعمل اون سيفرال اوكيجن لا بختار اللونجيتيودنال سكشن ستادي. دي عشان اتكلمنا عنها كانت قايمه على فكره ان انا بتكلم في اجزاء الحدث نفسه او انا بوصف الاوتكم او الحدث اللي موجود قدامي، تمام، بفهم الديزيز كلينيكال بيكتشر بتاعته اللي بشوفه ازاي مايكروسكوبيكالي او جروسلي او تيفر الحاجه اللي موجوده قدامي، المهم انها بتوصف لي الديزيز او بتوصف لي الحدث اللي موجود قدامي، وده اللي هنسميه هنا اوتكم، تمام. خلينا بالكلينيكال فيلد بالميديكال فيلد بتاعنا او الميديكال ترمينولوجي عشان دي هتجي لك في الام سي كيو. طيب دي بالنسبه للايه، ده بالنسبه للي فات. طب اللي جايين دلوقتي ايه؟ قال لك دلوقتي انا بسال عن الامور اللي ليها علاقه بالحدث بقى ككل، بمعنى انا عايز افهم ايه سبب المشكله او ايه سبب الديزيز، او ان انا ابقى على الاقل عندي درايه بنتائج الديزيز ده او نتائج الحدث ده ايه علشان لو اقدر اتفاداها، تمام. ده كله انا لسه في اطار الحدث او في اطار الملاحظه او في اطار الاوبزرفيشن، انا كل ده بلاحظ لسه ما عملتش اي انترفينشن من ناحيتي، تمام. تمام، طيب التقسيمه دي هتفرق معايا في حاجه؟ قال لك اه، لان كل واحده من دول ليها استدي خاص بيها، يعني ليها استدي قايمه على فكره ان انا بعمل 1 2 3. هل انا بعمل بحثي لمجرد ان انا عايز اعرف الاسباب، ولا انا بعمل بحثي علشان انا شاكك في سبب وعايز اعرف مدى تاثيره فعلا، يعني ده بحث وده بحث، ولا انا عايز اعرف اساسا النتائج اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللي ممكن تحصل من الحدث ده، ولا هل في ريسك فاكتور معين مثلا سبب لي الديزيز والريسك فاكتور بتاع الديزيز وهياثر في النتائج اللي هتحصل بعد كده، هل ده ليه علاقه او هل ده ليه انواع مختلفه؟ قال لك اه، تبعا لان انت عايز تسال عن ايه بالظبط، يعني هي الفكره قايم على ان سؤالك ايه ونتيجة للسؤال ده علاقة الأمور دي كلها بالحدث الأساسي أو بالديزيز اللي أنت بتتكلم عنه إيه؟ يعني من الآخر الأسهم طالعة منين لفين؟ هي دي النقطة.
عشان كده رسمتها لك على هيئه اسهم هنا. انا دلوقتي واقف في الحدث او واقف في الاوتكم اللي موجود قدامي، فانا المفروض انا دلوقتي رايح علشان اسال او رايح علشان اشوف الريسك فاكتورز اللي موجوده ومدى علاقتها. يعني انا بتحرك من الاوتكم بتاعي او الحدث علشان اشوف الريسك فاكتور. قال لك الاستادي دي بسميها ايه؟ بسميها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام، يبقى انا اول حاجه اللي يهمني لو انا بتحرك من الاوتكم اللي هو الحدث عشان اروح اشوف الريسك فاكتور ده فعلا موجود ولا مش موجود، بتحرك من الاوتكم اروح للريسك فاكتور، يعني انا عايز اعرف مدى العلاقه ما بين الاوتكم والريسك فاكتور، بمشي من هنا اللي هنا برجع لورا ريتروسبكتيف ريترو لورا، يبقى دي بسميها كيس كنترول، وهنعرف ازاي بتتم وليه اتسمت بالاسم ده. دي اول حاجه. تاني حاجة ايه؟ قال لك تاني حاجة لو انا بتحرك من الاوتكم بس رايح عشان ادرس البروجنوزس او الكومبليكيشن اللي حصل لي، طب ده هيفرق في حاجة؟ قال لك اه هيفرق. يبقى انا دلوقتي يا اما بتحرك من الاوتكم، لاحظ انا بتحرك منين لفين، يا اما بتحرك من الاوتكم للريسك فاكتور، يعني بدرس واتعرف على الكوزس او اتعرف على الريسك فاكتور. تمام، انا مش بشوف مدى تاثير الريسك فاكتور ده عليها، انا عايز اعرف ريسك فاكتور كوز اصلا ولا لا، فانا بتحرك من الحدث بتاعي للريسك فاكتور. تمام، بدرس حاجه ريتروسبكتيفلي، بجيب مرضى واجيب التحاليل بتاعتهم واجيب الانفستيجيشن اللي عملوها مثلا، او كانوا بش يعني مثلا انا عندي واحد مريض سرطان رئه، فانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عايز اشوف هل السرطان ده ناتج عن انه كان بيشرب سجاير ولا لا، مش بشوف هل السجاير من المسببات الديزيز ولا لا، انا اوريدي معايا المرضى نفسه، بس انا عايز اعرف مدى العلاقه ما بين ده وده، بس انا معايا ديزيز، انا اوريدي الديزيز حاصل معايا، فده اللي بتحرك منه. تمام، يبقى من هنا لهنا من الاوتكم للريسك فاكتور دي بسميها كيس كنترول. تمام، انما لو انا هتحرك من الاوتكم واروح للبروجنوز او الكومبليكيشن، يعني بعمل فولو اب للبيشنت اللي موجود قدامي ده اللي هو عنده اوريدي سرطان رئه، ده اصلا انا عايز اعرف بقى سرطان الرئه ده هيبتدي يعمل لي ميتاستاسيس في اماكن ثانيه ولا لا، يعني بعمل له فولو اب علشان اشوف هل هيحصل ميتاستاسيس ولا لا، بفولو الكانسر بتاعه، يعني بشوف البروجنوز او الكومبليكيشن، بعمل فولو اب، ده معناه بسميه حاجه اسمها الكوهورت ستادي. تمام، يبقى انا برجع لورا بسميها ايه؟ بسميها الكيس كنترول، بطلع لقدام واعمل فولو اب بسميها الكوهرت ستادي. في حاجه بقى مميزه انا المفروض هقولها بعد كده في الكوهرت، بس بما ان احنا قدامنا الرسمه خلينا نقولها مره واحده. ايه هي؟ قال لك لو انا همشي بقى الثلاثي ده، يعني انا هبتدي بالريسك فاكتور، تمام، وبعدين اروح للاوتكم، وبعدين بعد الاوتكم اروح للبروجنوزز والكومبليكيشن، يعني انا دلوقتي بدرس الريسك فاكتور احد مسببات الديزيز ولا لا اصلا. تمام، وبروح بعد كده للمرض، وبعدين اروح بعد كده للبروجنوزز او الكومبليكيشن، او اروح للمرض واسكت، فده بسميه كوهرت. هتقول لي ازاي بقى؟ انا مش فاهم حاجه، او انت كده لخبطتيني. هقول لك انا بادئه منين لفين، بادئه منين لفين. هل انا قدامي اوريدي المريض، انا قدامي المريض دلوقتي وانا بدرس حاجه في اوراقه القديمه، او بحاول اعرف هل كان حاجه سبب للي عنده ولا لا، دي بسميها الكيس كنترول. انا برجع لورا، انا اوريدي معايا الحاله فعليا، يعني انا معايا المريض فعليا، بس انا عايز اثبت مدى علاقه ده، فده بسميه كيس كنترول. انما لو انا بادئه بالريسك فاكتور، يعني انا برمي احتمال بقى، انا دراستي قايمه على ان انا عايزه اثبت ان التدخين ريسك فاكتور ريسك فاكتور لفكره الايه؟ اللنج كانسر. انا عايزه اثبت ان السموكنج مثلا ده ريسك فاكتور احد العوامل اللي هتسبب لي ديزيز، فانا همسك ناس مش مريضه اصلا او ناس بتدخن، وبعدين امشي معاها فولو اب علشان اشوف هيحصل المرض ولا مش هيحصل. فالفكره العامه هنا، انا مش اول ما هشوف ريسك فاكتور او اول ما هشوف البروجنوز والكومبليكيشن هروح اجري واختار ده كده على طول، لا، انا لازم افهم علاقتهم بالنسبه للاوتكم اللي موجود قدامي عامل ايه. يعني هل انا بادئ بالاوتكم وبروح للريسك فاكتور او بروح للبروجنوز والكومبليكيشن، ولا انا برجع لورا، ولا انا عفوا بتحرك منهم للاوتكم؟ دي تفرق معايا. تمام، خصوصا في حته الريسك فاكتور او الكوزس، لان انا لو بتحرك من الريسك فاكتور ورايح للاوتكم، يعني ماشي لقدام كده، يعني دلوقتي كده ماشي من الريسك للاوتكم، ماشي في الاتجاه ده رايح لقدام، فانا طبيعي هبقى كوهرت. اي حاجه بتروح لقدام، اي حاجه بتبقى فولو اب، اي حاجه يعني ان جوينج، يعني جايه بعد كده، او انا لسه بحاول اثبت حدوثها اصلا، مش بدرس امكانيه وجودها ولا عدم وجودها. لو انا هثبت امكانيه وجود او عدم وجود في الماضي ريتروسبكتيف، فانا هرجع للكيس كنترول، انما بشوف امكانيه الحدوث
إمكانية حدوث شيء في حد أساسه، ستادي قايم على إمكانية حدوث شيء، فدي على طول تبقى كوهورت ستادي. تمام، دي الفكرة العامة لفكرة الإيه، لفكرة الفرق ما بين الكيس كنترول أند الكوهورت ستادي. هنتكلم عن كل واحد فيهم كمان شوية بشيء من التفصيل، ونعرف الفرق بينهم، الفرق بينهم بشكل أكبر، وبيجوا ازاي ام سي كيو بحيث يثبتوا في المعنى. بس المهم ان السكيم دي تبقى موجوده في دماغي. طيب بقى المثلث لما بارك الله سيد محمد، الكيس كنترول والكوهورت ستادي، احنا اتفقنا مع بعض ان الكيس كنترول انا او الفرق بينهم فكره انا بتحرك منين لفين، يعني انا بتحرك من الاوت كم ورايح لقدام، او رايح اتحرك من الريسك فاكتور ورايح لقدام، المهم ان انا بطلع بمشي لقدام، فده على طول كوهورت ايا كان بقى انا بادئ منين. انما فكره الكيس كنترول قايمه على فكره ان انا برجع لورا، بمعنى انا دلوقتي واقف كديزيزد، او واقف كاوتكم، او واقف كاي حاجه ايا كان الحدث اللي موجود قدامي، انا واقف عنده وببتدي ارجع او ابص لمسبباته، ارجع لورا بحيث ان انا اعرف مسبباته ايه. يعني انا الفكره الاساسيه للكيس كنترول قايمه على نقطه ان انا اوريدي معايا ديزيزد بيشنت، او معايا ديزيزد نفسه، وعايز ادور يعني او اثبت علاقه ما بين الديزيز اللي موجود قدامي ده وحاجه حصلت في الاحداث بتاعته، او حاجه حصلت في تاريخه ذات نفسه. تمام، المسببات بتاعته، ادرس العلاقه ما بين المسببات اللي انا بتهيأ لي انها مسببات، و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واثبتها. طيب ليه بسميه كيس كنترول لما انت اوريدي بتبتدي بكيس؟ يعني انا اوريدي ببتدي بكيس. قال لك ازاي؟ المفروض ان انا دلوقتي بجيب مجموعه من البيشنتس زي مثلا 50، تمام، او اجيب مجموعه من الناس زي مثلا 50، واعمل عليهم تيست، زي مثلا ايه، انا عايزه اشوف سمعت ان القريه الفلانيه فيها انفكشن بالاتش سي في، تمام، هيباتيتس سي فيروس، انا عايزه بقى اعرف اثبت فعلا ان المنطقه دي فيها الديزيز ده، وافهم ايه السبب بتاعه. ازاي بقى؟ قالك اجيب مجموعه من الناس وابتدي ان انا اعمل فيها تيست بحيث اعرف مين فيهم المصاب فعلا ومين فيهم اللي مش مصاب. تمام، عملت التست فعلا وطلع 8.6 من الناس اللي موجودين بوزيتيف، و 91.4 من الناس اللي موجودين نيجاتيف. تمام، حلو جدا. او خلينا طبعا للتست اللي احنا بنعمله، مجموعه من الامهات حوامل، عملت انا عايز اعرف نسبه المصابين فيهم بالاتش سي في انفكشن ونسبه المش مصابين. تمام، عايز احصر عدد الناس المصابه، طلع 8.6 مصابين و 91.4 مش مصابين. تمام، طيب جبت بقى الناس المصابه اللي هم 8.6 دول، وبدات اسالهم واعرف منهم الهيستوري بتاعهم، واعمل اناليسز للهيستوري، واعمل اناليسز للكومبلين وكل حاجه، عشان ابتدي اعرف ايه الايفنتس اللي حصلت في حياتهم، بحيث كانت هي السبب او كانت هي البدايه اللي ولدت الانفكشن اللي حصل ده. تمام، جيت اعمل الموضوع ده عند 8.6، لاحظت ان ايه 65% من ال 8.6 دول حصل لهم بلاد ترانزفيوجن. تمام، او انا شاكك ان هم تعرضوا لبلاد ترانزفيوجن. تمام، ومن خلال الهيستوري بتاعهم طلع 65% منهم فعلا اتعرض لبلاد ترانزفيوجن، و 35% منهم ما تعرضش. يعني ايه؟ كان اسباب تانية بعيدا عن النسب اللي موجوده قدامي دي. تمام، ده بالنسبه للايه، بالنسبه لي الديزيز. طيب انا ممكن اكتفي بكده واقول فعلا ده 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 لا ده فعلا ده 65% متعرضوا للبلاد ترانسفيوجن والباقي لاسباب تانية، فهيبقى النسبه الاكبر اللي سببت حاجه زي كده هي البلاد ترانسفيوجن. ايوه، انا اعتمدت الاجابه دي بناء على ايه؟ قال لك يا سيدي طب هتتصرف ازاي في حاله زي دي؟ قال لك هجيب حاجه اسمها كنترول قصاد الكيس اللي موجوده قدامي دي، هتعامل معاها ازاي بقى؟ او هتفيدني في ايه؟ قالك ال 91.4% اللي مش مصابين دول بالنسبه لي كنترول، همسكهم تمام واسالهم سؤال واضح وصريح، ايه الهيستوري بتاعكم، وتعرضتوا في الهيستوري زمان لبلاد ترانسفيوجن ولا لا؟ طب ده هيفيدني في ايه؟ قالك ما هو ده هيثبت ان البلاد ترانسفيوجن فعلا هو ريسك فاكتور هينفيه. ازاي؟ ما هو انا لما اسالهم ويكون النسبه الاكبر منهم ان هم ما تعرضوش للبلاد ترانسفيوجن، فبنسبه كبيره طالما ما تعرضوش للبلاد ترانسفيوجن او ما تعرضوش لبقيه الاسباب، مثلا اي كان الريسك فاكتور اللي انا بسال عنه، يبقى ده التفسير المنهجي الوحيد او الطبيعي الوحيد لفكره ان هم ما اتصابوش. تمام، يبقى لما يطلع النسبة الأكبر من الناس اللي مش مصابة فعلا ما تعرضتش للريسك فاكتور، ده بيزود من ايه؟ من دقة والإيفيدنس ان البلود ترانسفيوجن هو فعلا الريسك فاكتور اللي سبب الانفكشن الموجود عندي، اللي سبب الديزيز. يبقى انا فعلا درست العلاقة ما بين ده ومن ده، وقدرت اعرف ان ده ريسك فاكتور لده. تمام؟ تمام. اما لو نسبة كبيرة منهم حصل لهم بلود ترانسفيوجن وبرده ما حدش فيهم اتصاب، يبقى ده بالنسبه، يبقى ده هيديني اجابه ايه؟ هيديني ان ده ما ينفعش استعمله كريسك فاكتور، لان دول اتعرضوا وطول اتعرضوا، بس دول ما اتصابوش، ودول اتصابوا. لو والنسبه الاكبر كمان ما اتصابتش، لان ده 91.4 ما ينفعش استخدمه كريسك فاكتور.
تمام. يبقى انا في الكيس كنترول بدرس علاقه ما بين الاوتكم الديزيز اوريدي الموجود قدامي وما بين الريسك فاكتور او الكوزز اللي ممكن تكون مسبباه. مش بشوف الريسك مش بستعمل حاجه واشوف هل هي هتبقى ريسك فاكتور للديزيز حصل ولا هي هتسبب لي الديزيز اللي هيجي بعد كده ولا لا. تمام، يبقى انا فهمت دلوقتي فكره ايه الكيس كنترول. اوكي جايب لك هنا بقى ايه اكزامبل عليها. بمعنى اصح اعرف منين ان هو عايز نختار كيس كنترول او الاستوديو بتاعتي بتتكلم عن كيس كنترول؟ لما يجي لك واحد من ثلاثه او واحد هنشوف من ايه. تمام، يقول لك ان انا بتكلم ستادي اوف باست هيستوري اوف مجموعه من البيشنتس، او ان كان ان في هيستوري اوف اكسبوجر لاي حاجه ايا كانت عند ديزيز. المهم ان هو مصاب، يقول لك ان هو مصاب اصلا او هو عنده ديزيز او عنده الانفكشن دي. تمام، او لا دي ولا دي، يقول لك ان انا بدرس العلاقه ما بين ريسك فاكتور اوكي الريسك فاكتورز اللي ممكن تسبب لي مثلا الايه الهيباتيتس سي عند هيباتيتس سي انفكشن عند اوريدي ديزيزد بيشنت زي الاستادي اللي موجود عندنا تحت دي. يعني بيقول لك ان انا بدرس الايه بدرس الريسك فاكتور فور الهيباتيتس سي ان بريجننت ايجيبشن وومن اوريدي مصابين. تمام، انا عايز اعرف ريسك فاكتور اللي جابت لهم الهيباتيتس سي دي اصلا. تمام، برجع لورا، برجع للهيستوري بتاعهم. تمام، هو هنا اساسا الاستادي اللي مكتوبه ان هو عباره عن بروسبكتيف ستادي عشان ندرس البريفالنس ريسك فاكتور والترانسميشن تو اتس انفنس. واساسا طالما قال لي فكره ترانسميشن يبقى انا هعمل فولو اب للاطفال الجايين عشان اشوف هيحصل لهم ترانسميشن ولا لا، فده بيبقى كوهورت. كلمني عن البريفالنس يبقى كروس اكشن، هنا كلمني عن ريسك فاكتور يبقى عباره عن ايه عن كيس كنترول، فهي ستادي شامله كله بالمعنى اصح. بس اللي يهمني الجزء اللي تحت اللي هو الاتش سي في انفكشن واز اسوشيتد ويز اولدر ايج وبلاد ترانسفيوجن. يعني هم لقوا ان الريسك فاكتور لحاجه زي كده هي فكره الاولدر ايج والبلاد ترانسفيوجن وتم اثبات ده. تمام، فدي بس بتعامل معاها على اساس ان هي ايه ان هي كيس كنترول. فضل معايا الكورت ستادي ونتكلم عنه كمان شويه بشكل تفصيلي. ايه عفوا، من الامثله ان دلوقتي احنا كنا لسه بنتكلم في الاستوديو اللي فاتت انها عباره عن بروسبكتيف ستادي عشان اشوف البريفالنس ريسك فاكتور اند وات ايفر. المهم الترانسميشن تو ذير انفنتس. تمام، انا دلوقتي امهات كانت عندهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاتش سي في انفكشن، فانا عايزه اعرف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاطفال بتوعهم هيحصل لهم ترانسميشن للانفكشن ولا لا. هعمل ده ازاي؟ قال لك دلوقتي الاطفال دي اتولدوا الحمد لله، انا هبتدي بقى اعمل تيستات عشان ابتدي افولو اب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الوجود الانفكشن في جسمهم ولا لا. بمعنى هبتدي الاول ما الاطفال دي تتولد هبتدي ان انا اعمل لها التستات بتاعه الاتش سي في، سواء اشوف ان انا اشوف الار ان اي تيست او اعمل لهم بي سي ار لمده مثلا ايه اول 6 شهور. تمام، حصل مجموعه بوزيتيف كان بها، حصل مجموعه نيجاتيف كان بها، المهم ان انا حصل لي ريزلت اوكي ده خلال اول 6 شهور. بعدين ممكن بعد 6 شهور بعد كده ابتدي اعمل لهم الناس اللي كانوا بوزيتيف، يعني ابتدي اعمل لهم تيست كمان بحيث اشوف هل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لسه عندهم عالي ولا لا، ولا خلاص ما عادش موجود اساسا الانفكشن موجوده في جسمهم، يعني جسمهم تم القضاء عليه. المهم الفكره بالنسبه لي ان انا بتحرك لقدام بشوف هل الانفكشن هتحصل ولا مش هتحصل، مش هو ديزيزد بقى وانا بشوف علاقته بال يعني ريسك فاكتور. لا، انا دلوقتي انا في حاله واقف في محطه معينه وبتحرك لقدام بعمل مجموعه من التستات ان اوردر ان انا اشوف هيحصل لهم الانفكشن ولا مش هيحصل لهم الانفكشن. اول تيست عملته حصل ايه ان 87% منهم كانوا نيجاتيف، لا 13% منهم بقوا بوزيتيف. طب انا عايزه افضل متابعهم اعمل لهم فولو اب اكتر بعدها بست شهور كمان ابتدي ان انا اعمل لهم الايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد التست مره ثانيه، هل المجموعه اللي كانت بوزيتيف فضلوا بوزيتيف زي ما هم ولا لا؟ لا ده 72% منهم اتحولوا لنيجاتيف و28% منهم بس اللي بقى بوزيتيف، وهكذا. فكره ان انا بتحرك لقدام بشوف اللي هيحصل مستقبلا. تمام، دي فكره الايه، دي فكره الكوهرت ستادي. ومن هنا يبقى انا خلصت ايه، خلصت اول نوع من انواع الاستوديز اللي هو التفريعه الكبيره اللي كنا بنتكلم عنها، الا وهي البروسبكتيف، الا وهي عفوا الاوبزرفيشنال ستاديز، او اللي قايمه على فكره ان انا بلاحظ بس. وكنا قلنا ان هي عباره عن ثلاث مكونات. اول مكون كان انا بتكلم عن الحدث بس وقسمناها لثلاث اجزاء، يا اما كيس ريبورت يا اما كيس سيريوس يا اما كيس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيريوس، يا اما كيس يا اما كروس سكشن عفوا واللونجيتودينال سكشن، او ان انا بتكلم عن علاقه الحدث اللي موجود قدامي بالمسببات بتاعته او الريسك فاكتورز بتاعته. وكنا ودي سميناها الكيس كنترول، او علاقه الحدث بالايه بالنتائج اللي ممكن تحصل عنه
كديزيز انا لسه لحد دلوقتي ما دخلتش, ودي سميناها الايه الكوهورت ستادي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك على سيدنا محمد. وكده يكون خلصت اول جزء زي ما اتفقنا. نبتدي بقى ندخل على فكره ان انا مش بس هقف اتفرج وشوف علاقه اسباب بالديزيز او علاقه او النتيجه اللي ممكن تحصل نتيجه الديزيز ده, لا ده انا كمان هبتدي اتدخل واعمل انترفنشن في حاله الديزيز اللي موجود قدامي ده او البيشنت اللي موجود قدامي ده علشان اشوف مدى فعاليه اللي انا عملته ده ايه اصلا. تمام. ايه حكايه الكلينيكال ترايل بقى؟ حكايه الكلينيكال ترايل لما كنت بكلم من شويه على نقطه اللهم صل وسلم وبارك على محمد على نقطه التقسيمه المبدئيه, كنا بنقول ان هي اما نون كنترول دي اما كنترول. طب ايه الفرق ما بين فكره الكنترول؟ فكره الكنترول بمعنى اصح اول ما اقول كلمه كنترول في اي حاجه معنى كده ان انا بقارن ما بين مجموعه ومجموعه. تمام. يعني النون كنترول انا بشتغل على مجموعه واحده مجرد بعمل انترفنشن اشوف الريزلت اللي طلعت وخلاص خلاص خلصنا. تمام. اما اوديك الريزلت اللي طلعت وخلاص شكرا على كده. انما الكنترول ده بقى لا, الكنترول انا بقرر ما بين مجموعتين, مجموعتين خلينا نقول من نفس الفئه الاثنين مرضى. اوكي. خدت مجموعه واديتها تريتمنت, ده الانترفنشن اللي انا عملته. تمام. وراقبت المجموعه وراقبت مجموعتين لمده 6 شهور, يعني مجموعه ما ادتلهاش حاجه ومجموعه ادت لها التريتمنت ده. تمام. وراقبتهم خلال 6 شهور وبعدين بصيت على النتيجه, هل المجموعه اللي انا اديت لها حاجه اتحسنت ولا ما اتحسنتش؟ هتقولي اتحسنت. طيب ابص على المجموعه اللي انا ما اديتلهاش حاجه, لو هي اتحسنت هي كمان فده يقلل من مصداقيه الدواء لان تكون دول اتحسنوا. طب ايه اللي يثبت اساسا ان الانترفنشن انا عملتها اتحسنوا بقى نتيجه الانترفنشن؟ لا, ممكن يبقى هم اتحسنوا عادي والديزين او التريتمنت ما عملش حاجه اصلا. انما يبقى ده بينفي مثلا مصداقيه الدواء, فبيديني ايفيدنس ان لا الدواء ده مش هيشتغل, ده ايفيدنس قوي. اما لو انا مثلا اديت الفئه ايه مثلا التريتمنت الفلاني والفئه بي برده ما اديتهاش التريتمنت وراقبتهم هما الاثنين خلال 6 شهور ولقيت ان الفئه بي اتدهور حالها او ما اتغيرتش فضلت زي ما هي, انما الفئه ايه اللي انا عملت معاها التريتمنت مثلا لا ده اتحسنت وبقت تمام وبقت الدنيا فل و10 من 10 وكل حاجه, فمعنى كده ده دليل واضح وصريح ان فعلا الانترفنشن اللي عملتها فعليا ليها دور مثلا او الماده الفعاله فيها كويسه او هو ده التريتمنت اللي ديس في الحاله دي. يبقى ايفيدنس من ان انا مجرد طبقت وشفت النتيجه وقلت لك النتيجه وخلاص, ولا فكره بقى ان انا قارنت ما بين مجموعات واتاكدت فعلا ان التريتمنت ده كان ليه دور او نفيت فعلا ان التريتمنت ده كان ايه ليه دور؟ مين فيهم الادق من وجهه نظرك؟ اكيد هيبقى الايه الكنترولد ترايل. يبقى الفكره العامه قصه الكلينيكال ترايل ايه, هي النقطتين دول اهم نقطه فيهم. تمام. ان هي نون كنترولد ولا الكنترول. طيب ايه الابحاث اللي عاده بتاخد الاستدي بتاع النون كنترول ترايل, او لو جاب لك سؤال عنها مثلا ام سي كيو تبقى عارف ان دي نون كنترول. لو قال لك ان انا بدور في السيفتي بتاع الديزيز او فارماكوكاينتكس او بختبر الدوز الفلانيه, وما قالكش بقى انا عملتها ما بين مجموعتين او وات ايفر الكلمات اللي هقولها في الكنترول ترايل. لما يجي يقول لك ان انا مجرد بستدي السيفتي بستدي الفارماكوكاينتكس بستدي الدوز وسكت, يبقى على طول بختار مين؟ النون كنترول ترايل. هو دلوقتي ما قاليش ان في تو جروبس مثلا, ما قاليش ان انا عملت على مجموعه مثلا الموضوع ده على اكتر من مجموعه ولا حاجه, مفيش فكره الجروبس. هو مجرد ان انا بستدي الشيء الفلاني بستدي سيفتي او فارماكوكاينتكس او دوز, يبقى على طول بختار مين؟ نون كنترول ترايل. اما بالنسبه للكنترول ترايل فده بيختلف. ليه بقى؟ قال لك لان ليها انواع مختلفه. هي الفكرة العامة فيها ان انا بعمل كنترولينج, يعني ان في حاجتين بقارن بينهم. تمام. بس لو انا هجيب مجموعتين وقارن بينهم قصاد بعض زي ما انا لسه قايله من شوية, مجموعة الاتنين مرضى بس واحدة هعمل فيها حاجة والتانية مش هعمل فيها, ده بسميه ايه؟ قالك بسميه parallel or concurrent control, اللي هو either randomize او not. هنتكلم عن الراندمايزيشن في السلايد بعد كده, بس تبقى فاهم معايا فكرة البارالل, فكرة الانواع الموجودة بتاعت الكلونيكال عفوا الكلينيكال كنترول ترايل. اول حاجه قلنا البارالل او الكونكرنت, ان الاثنين شغالين معايا من نفس بدايه من نقطه البدايه وهيقفوا معايا عند نفس نقطه النهايه. الاثنين بادئين قصاد بعض, دي مجموعه مريضه ودي مجموعه مريضه بادئين مع بعض قعدوا 6 شهور مع بعض, بس واحده اديتها تريتمنت والثانيه لا. تمام. او واحده اديتها تريتمنت ايه والثانيه اديتها تريتمنت بي, وقارنت ما بين المجموعتين الاثنين ماشيين مع بعض نفس الخط, فعشان كده بسميه ايه بارالل او كونكرنت كنترول, متقابلين.
تمام. النوع الثاني السيكونشال كنترول، هو بقى ما انت الله الدكتور في المحاضره ما وضحش حته السيكونشال كنترول قوي، ولكن الفكره فيها او اللي انا فاهماه نتيجه اللي انا دورت عليه ان هي بتبقى مجموعه واحده، بس انا بقارن ما بين الـ 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 النتيجه اللي هتحصل عن الانترفنشن في اوقات متتابعه في حياه الجروب دي. يعني انا دلوقتي خدت جروب ساميه مثلا، جروب ساميه كلهم اسمهم ساميه وكلهم عندهم اتش سي في، وبعدين اديتهم تريتمنت للاتش سي في اوكي وحصل ريزلت اوكي، بس ما يعني ايه بنسبه 20%. بعدين ده يعني اديتهم لمده 6 شهور و 20% منهم هم الحمد لله ربنا امر بالشفاء. بعدين بعد ال 20% دول او حصل تحسن بنسبه 20%، خليها تحسن بنسبه 20%، خدت 6 شهور كمان وبعدين اديتهم نفس التريتمنت تاني، بقت الريزلت اللي طالعه ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ان نسبه التحسن فيهم بقت 40%. يبقى انا دلوقتي بقارن ما بين الريزلت اللي حصلت في المره الاولانيه والريزلت اللي حصلت في المره الثانيه، بقارن ما بين نتيجتين في نفس الجروب، انا بقارن ما بين نتيجتين في نفس الجروب، في مقارنه. المهم بالنسبه لي ان في مقارنه، في مقارنه قصاد حاجتين عملت فيهم نفس الايه الانترفنشن، بقارن ما بين النتيجه دي وبقارن ما بين النتيجه دي. فدي بسميها السيكونشال كنترول اللي هي سيلف كنترول او كروس اوفر كنترول، نفس المجموعه تمام. يعني انا بعمل الكنترول اللي انا بستخدمه قصاد الكيس اللي عندي تمام، او المقارن اللي انا بستخدمه قصاد الحاجه اللي انا شغال عليها، هي نفس الجروب بس في او ايه في فترات متباينه تمام. دي حاجه اللي هو ده تاني نوع. تالت نوع الاكسترنال كنترول اكوردنج للتايم او الجيوغرافيكال، ان انا بقارن ما بين مجموعتين ولكن في اوقات مختلفه او في اماكن مختلفه. بمعنى انا دلوقتي عملت جروب جروب A وفي جروب B قاعد في افغانستان مثلا، وبعمل انترفنشن دي هنا وبعمل انترفنشن دي هنا في دولتين مختلفتين هم، ده بسميه ايه؟ بسميه اكسترنال كنترول. طالما هم مش مع بعض في نفس المكان بس حصل لهم نفس الانترفنشن مثلا، فده بسميه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاكسترنال كنترول. او انا عملت ده للفئه للمجموعه دي في السنه في سنه 2001 وعملت المجموعة في بنها يعني، وعملت لمجموعة كانت في طب مثلا عين شمس بس في شهر 7، او خدت نفس المجموعة عملت لها بس في شهر 7. المهم في اوقات مختلفة اوكي، لا مش هتبقى نفس المجموعة عفوا، هتبقى مجموعة تانية بس في شهر 7 عملت برضو نفس الانترفنشن بس كانت وكانت بنفس نفس الكريتيريا اللي كانت موجودة عندي بس كانت في تايم مختلف، فبسميها الاكسترنال كنترول. ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة للانواع بتاعة الكنترول ترايل. وده يعني النوعين التانيين سواء سيكونشال او اكسترنال كنترول هو الدكتور ما كانش موضحهم قوي، فبأمانة الكلمتين اللي انا سائلهم هي ما هي الا محاوله لتوضيحها ليكم بناء على الريسيرش اللي انا عملته في الجزئيه دي. وانتم حابين برضو تتاكدوا من الدكتور فيما يتعلق بالجزئيه دي ما فيش ادنى مشكله، بس دي اقرب تفسير للنقاط دي تمام. ده بالنسبه للتوزيع الاساسي، ده كل اللي انا عايزك تبقى عارفه فيما يتعلق بالمقارنه ما بين او ما في الانواع بتاعه النون كنترول ترايل والكنترول ترايل. انا كل اللي يهمني في دول مين اساسا، اول واحده البارالل او الكونكرنت كنترول، وخاصه الراندومايزيشن اور نوت، لان دي بتيجي عليها اسئله كتير انواع الراندومايزيشن. يعني ايه فكره اساسا الراندومايزيشن؟ فكره بقى الراندومايزيشن دي قال لك يا سيدي فكره ان انا بتكلم اساسا على الكنترول ترايل عامه، وان احنا قلنا ان هي دي بتبقى البارالل او الكونكرنت، فبتبقى قايمه على فكره ان انا بقسم لمجموعتين اوكي. ففكره الراندمايزيشن قايمه على ان انا باخد عينه عشوائيه دون تحيز لاي اتجاه. يعني مثلا مش هقول هاخد البنات لوحدها والصبيان لوحدها واعمل في البنات وما اعملش في الصبيان، او دول اللي هديهم الانترفنشن ودول لا، او دول اكثر مرضا ودول الاقل مرضا فانا هدي الانترفنشن لاكثر مرضا. انا مش بسبيشاليز حاجه يو نو، انا مجرد ان انا براندمايز الكولكشن الموجود عندي 50 واحد هاخد 25 بقى يبقى فيه كل الانواع و25 فيه كل الانواع، او مش هتفرق. المهم بالنسبه لي ان انا عملت راندمايزيشن، اتفضلوا انتوا تروحوا على اليمين وتفضلوا تروحوا على الشمال، دول هياخدوا تريتمنت ايه ودول هياخدوا تريتمنت بي. دي فكره ايه؟ فكره راندمايزيشن. عشان ما تتلخبطش من الكلام اللي مكتوب هنا، انا جايبه لك نفس السلايدز اللي الدكتور جايبها عشان ما لخبطكش تماما، بس هي الفكره في حد ذاتها ان انت تبقى فاهم فكره الراندمايزيشن ايه. هو بيقول لك هنا في حته الراندمايزيشن اند بلايندنس بعمل له راندمايزيشن ازاي، ما باخد منه الكونسنت واخد منه كل حاجه، وبعدين ببتدي ادي احطه مثلا قدام طبقين فرن اكزامبل، يا ياخد الطبق اللي على اليمين ياخد الطبق اللي على الشمال، ياخد الطبق اللي على اليمين ده بتريتمنت ايه وده تريتمنت بي، هتاخد انهي تريتمنت اللي انت عايزه
بس المهم ان هو ما يبقاش عارف الـ 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 او هتاخد البشيطه حمراء ولا بشيطه صفراء او تفر اي واحد في الطبقين. المهم انا ببقى عارف مثلا ان ده تريتمنت A او ان ده تريتمنت B، بس المهم بالنسبه لي ان البيشنت اللي قدامي ما بقاش عارفه، وده اللي بسميه الايه البلايندنس. تمام، يبقى randomization ان هو بشكل عشوائي بحت. اوكي دي اول حاجه ان انا ما بختصش. يعني عندك بعد كده فكره البلايندنس. ايه فكره البلايندنس؟ قلنا البلايندنس هي فكره ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ان اللي هياخد التريتمنت مثلا ما يكونش عارف هو بياخد اني تريتمنت. اوكي، هي دي فكره البلايندنس. ليه بقى؟ قال لك لو لان لو احنا لو اللي هو عارف فده مش هيحقق فكره البلايندنس، ودي بسميها الايه الاوبن ليبل. اوكي، يبقى فكره الاوبن ليبل ان البيشنت بالنسبه لي بقى عارف، انما لو البيشنت مش عارف هو بياخد انهي تريتمنت ده بسميها البلايندنس، ودي بتبقى اول مرحله من مراحل البلايندنس بسميها سنجل بلايندد. اوكي، اما بقى لو الدكتور ذات نفسه اللي بيديه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد التريتمنت هو كمان مش عارف، فدي بسميها الدبل بلايندد. يبقى انا عندي دلوقتي فرضين مش عارفين، اللي بياخد مش عارف ولا اللي بيدي مش عارف، يبقى دي دبل بلايندد. انما لو اللي عامل الستاتستكس اللي بيعمل الستاتستكس يعني اللي قايم عليها البحث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والمريض مش عارف ولا الدكتور اللي بيديله الحاجه مش عارف، يعني الثلاثه مش عارفين، فدي بسميها التريبل بلايند. يبقى انا عندي البلايندنس اربع انواع. البيشنت عارف يبقى ده اوبن ليبل، ما اعتبروش بلايندنس. انما لو البيشنت مش عارف لا ببتدي ادخل في البلايندنس. لو هو لوحده مش عارف سنجل، لو هو واللي هيديه يعني ريسيرشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللي هو بيديله الدواء مش عارف هو كمان، يبقى دبل بلايند. انما اللي بيعمل الستاتستكس اور كمان يعني اللي واخد البحث بقى وبيبتدي يعمل الستاتستكس عن ليه مش عارف هو كمان، فده بسميه الايه الدبل بلايند. عندك بعد كده في تجميعه يعني بيقول لك ان انا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكنترول لازم ان انا فكره ان انا يبقى في randomization اوريدي او ان انا اقول في randomization blindness لا ان هو يكون كنترول. انا بحثي هنا قايم على فكره ان هو يبقى يكون كنترول. اوكي، فلو كنترول وما فيهوش randomization ده يعتبر non randomized control، انما لو في randomization لا ده تحول معايا لايه randomized control. طيب randomized control ومعاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والبيشنت عارف يبقى ده randomized control open label. تمام، انما لو مش عارف يبقى ده سنجل بلايند، انما لو هو والريسيرشر مش عارفين يبقى دبل بلايندد راندمايزد كنترول ترايل، انما لو الثلاثه مش عارفين الاستاتيشن والبيشنت والريسيرشر هما الثلاثه مش عارفين فده بتعامل معاه على اساس ان هو ايه ان هو تريبل بلايندد راندمايزد كنترول ترايل، لانه بيفرق في المسمى ذات نفسه. يعني هو ممكن يجيب لك سيناريو كده ويقول لك ان انا عملت ترايل وكانت ما بين جروبين تمام وبالتالي دي كنترولد وكانت راندمايزد، فانت هتقول لي راندمايزد كنترول بس كان البيشنت مش عارف بس الريسيرش هو اللي كان عارف، يبقى ده بيعتبر ايه سنجل بلايندد، انه هيجيب لك كده من ضمن الاختبارات ده نوعه ايه بقى. انت عرفت ان هو راندمايزد كنترول يبقى راندمايزد كنترول. تمام، كتب لك بقى single blinded open label double blinded triple blinded. هو بيقول لك هنا ان الوحيد اللي مش عارف البيشنت يبقى ده عباره عن single blinded randomized control trial. تمام، لان الام سي كيوز بتيجي كده. اوكي، دي بالنسبه لايه؟ دي بالنسبه للفكره العامه بتاعه الكلينيكال ترايلز. وبالتالي اكون خلصت الفرعين الاساسيين الاستادي اللي بتبقى موجوده عندي، الا وهي either the observational or the الايه or اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكلينيكال ترايل. الخلاصه منها ايه؟ الخلاصه اللي منها ان انت تبقى عارف لما يجيب لك ريسيرش او يجيب لك ستدي ويقول لك دي نوعها ايه تبتدي ان انت تختار النوع المتواجد عندك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يعني لو هي اوبزرفيشنال واي واحده بقى من السبتابس موجوده تحت الاوبزرفيشنال، جاب لك بروجنوزس تبقى انت عارف ان انت بتسال في كوهرت، جاب لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ريسك فاكتور، شوف الريسك فاكتور بعلاقته بالديزيز ايه، هل هم ناس فعلا اوريدي ديزيزد وانا عايز اعرف علاقه ما بينهم وما بين الريسك فاكتور، يبقى هميل للكيس كنترول، ولا ان انا بشوف هل الريسك فاكتور هيسبب لي الديزيز اصلا ولا لا فبمشي اتجاه الكوهرت. طيب هو بيقول اساسا ان انا بدور على بريفالنس ولا بدور على دايجنوزس، فده هيخليني امشي في الكروس سكشنال او اللونجيتودينال سكشنال. طب هو قال عمل تيست مره واحده بس في الاستادي ولا عملها اكتر من مره، فده يخليني اروح لللونجيتودينال. طب لا ده ولا ده بيكلمني عن رير ديزيز او ان اكسبكتد ايفنت في ديزيز معين او امبورتنت فاريشن اكتشفتها في سندروم معينه، يبقى انا بميل الكيس ايه للكيس ايذر سيريس او ريبورت. هو بيتكلم عن a patient ولا multiple patients من ناحية مثلا من 3 ل 9 أو حوالي 10 patients، لا ده أنا كده هميل للكيس
كيس سيريس عفوا. تمام، فدي الفكره العامه، لان ده اللي انت هتحتاجه في الايه، هتحتاجه في المسلسل المركز الاستاذ محمد الام سي كيو. طيب انهي بقى ديزاين من دول؟ احنا ده كله بنتكلم في انواع الديزاينز اللي موجوده قدامي. انهي ديزاين في دول بقى بصلاه على النبي المفروض ان هو بيديني اقوى ايفيدنس؟ الفكره الاهم بقى دلوقتي، وات از ذا بيست ديزاين في كل دول، او وات از ذا بيست ستادي؟ كلمك في جزئيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مين البيست ديزاين فعلا ومين الاحسن؟ هقول لك ان فعليا الاستوديز بتاعتنا او التايبس اوف ستاديز ما بتبقاش ضمن اتنين كاتيجوري فقط اللي هم اللي قلناهم، سواء اوبزرشنال او اكسبيرمنتال. لا، ده كمان المفاجاه ان في تو تايبس كمان بسميهم السيستماتيك ريفيو او الميتا اناليسيس، ويعني او مش او والميت اناليسز بيبقوا موجودين كمان، بس بيقوموا فعليا على فكره ان انا الاستوديز اللي عاملاها سواء ايذر اوبزرفيشنال اور الاكسبيرمنتال، انا باخد الابحاث دي واشوف الاقوى منهم في كل في كل موضوع معين، وابتدي ان انا اعمل اناليسس ليهم او اجمعهم. طب هيختلف من ايه؟ قالك اه ما هو ممكن ابقى انا عامل ريسيرش قايمه على كل الابحاث اللي حصلت قبل كده، تمام، مجرد ان انا بذكر لك ان البحث الفلاني قال كذا، البحث الفلاني قال كذا، البحث الفلاني قال كذا، وخلاص وخلاص خلصنا. يعني بمعنى اصح انا بجيب لك كل الابحاث ووريك نسبه كل واحد في كل واحد منهم وسكت على هذا الاساس، او ان انا باخد كل الابحاث دي وابتدي ان انا ادرسها واحللها واطلع لك ريزلت لكل الابحاث دي كلها مع بعض. يبقى انا دلوقتي اه ممكن مثلا في حاله من الحالات اللي هي الحاله الاولانيه انا بس بجمع لك الاستاديز دي ووريك نسبه كل واحده فيهم واسكت على هذا الاساس، خدمتك، زودت لك الايفيدنس بتاعت السؤال اللي انت بتسال عليه، لان انا جمعت لك كل اللي موجودين اللي ليهم دليل قوي فعليا، وبدات ان انا اوريك نسبه كل واحد فيهم فيما يتعلق بالموضوع، بحيث ان انت تخرج من الاستادي بتاعتي وانت مدرك او معاك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دليل، بدل ما يبقى دليل بنسبه 80% لا ده بقى 95%. تمام، ودي بسميها السيستم السيستماتيك ريفيو، ان انا بجمع لك مجموعه الريفيوهات اللي موجوده فيما يتعلق بموضوع معين، او مجموعه الريسيرشز اللي موجوده فيما يتعلق بموضوع معين، واقول لك ان الريزلت بتاعتي دي كانت نسبتها كذا، ودي كانت نسبتها كذا، ودي كانت نسبتها كذا. ده بالنسبه للسيستماتيك ريفيو. اما بالنسبه للميتا اناليسيس، ايه بقى فكره الميتا اناليسيس؟ ان انا باخد كل الريسيرشز دي وابتدي ان انا اعمل اناليسيس لكل واحده فيهم، وابتدي ان انا اطلع نتيجه كل واحده فيهم وادرسها هي في حد ذاتها واشوف علاقتها بالباقي المحيط، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عشان اطلع لك ريزلت واحده في النهايه. يبقى انا ريسيرش قايم لوحده، بس قايم على فكره ان انا بدرس مدى مصداقيه وقوه دليل كل واحده من اللي موجودين علشان اطلع لك بريزلت اساسيه ومتكامله. تمام، فمين يبقى ادق؟ هل مجرد اللي بيجمع لك، ولا اللي بيجمع لك ويحلل لك ويطلع لك النتيجه نتيجه كل ده بقى مع بعضه ادتني فعلا ان انا هقدر اعمل الانترفينشن ده ولا مش هقدر اعمله؟ دي اللي بسميها الميتا اناليسيس، ودي الادق او دي قمه الهرم زي ما بيقولوا. تمام، يبقى النوعين التانيين او النوعين الفاضلين اللي قايمه عليهم الاستادي ديزاين هي السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس. اللي يهمني فين انت عارف التعريف، لانه هو هيلعب لك في التعريف هنا. اللي بيقول لك ان السيستماتيك ريفيو ده بيبقى كواليتيتيف كواليتي، اوكي، ريفيو اوف ا بودي اوف داتا ذات يوزز كليرلي ديفايند ميثودز اند كريتيريا. بيقول لك ان هو بيعمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بيوصف لك بس الريفيوهات، بيجمع لك ريفيوهات ويوصف لك بس كل واحده فيهم كانت اثبتت انترفينشن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ممكن استخدامها بانهي نسبه، او بنسبه قد ايه، بنسبه 80%، لا دي بنسبه 65%، لا دي بنسبه 70%. فانت بقى شوف انت هتعمل ايه بقى مع الموضوع ده. المهم ان انا جمعت لك الدراسات المهمه في الحاجه في الحاله اللي زي دي. اما الميتا اناليسيس فدي كوانتيتيفلي تكنيك بتكومباين وانتجريت وبتقول الريزلتس بتاعت الاستادي وذن ا سيستماتيك ريفيو. بمعنى انا هي تعتبر مرحله اكبر من مرحله السيستماتيك ريفيو، هي برضو بتجمع وبرضو بتعرف الريزلت اللي موجود ايه، بس بتبتدي هي ذات نفسها تحللها وتدرسها وبعدين تطلع لك بريزلت الاكبر بقى والنهائيه لكل دول. اوكي، دي اللي هي الايه، الميتا اناليسيس، دي كوانتيتيف تكنيك، انما الثانيه كواليتيتيف ريفيو. اوكي، لازم تبقى عارف الفرق ما بين النقطتين دول. انما فيما يتعلق بباقي الانواع، يفضل اجابه السؤال اللي هو is the best design علشان ابتدي اختاره، او ده اللي هيبقى الايفيدنس بتاعته اعلى ان وات ايفر. احنا دلوقتي المفروض ان في هرم اوريدي احنا عارفينه، او في ترتيبه في دماغنا دلوقتي، يعني انا بلاحظ بس بشوف نتيجه او بشوف علاقه. تمام، وده برضو ضمن الحدث، يا اما بعمل انترفينشن، يا اما انا بقى باخد كل الابحاث الناتجه دي وابتدي ان انا اطلع الادق فيها او اطلع نتيجه ادق من كل المتواجد. فانا بقى هختار انهي بالظبط؟ قال لك في يعني عشان تو بي اونست، هو ما فيش بيست ديزاين.
تمام. نو ابروتش هو الاولويز ذا بيست فيو. مفيش استدي هي اللي بقدر اقول لا ده هو لو موجود ده وموجود ده وموجود ده هي دي دايما الموجود المفروض تبقى الادق. لا انما ال ال ال, ال, ال البيز او القاعده اللي انا بتعامل على اساسها في الحالات اللي زي دي هو انهي استدي فيهم هي اللي بتجاوب بمعنى اصح عفوا عن الموضوع اللي انا بدور فيه. يعني هو الديزاين اللي كان انسر الريسيرش كويستشن بربالي بالنسبه لي طالع بدقه متناهيه تمام، دقه عاليه جدا، الافيدنس بتاعه قوي قايم على قايم بطريقه او بيجاوب عن ال- 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 السؤال اللي انا سالته بدقه كبيره قوي تمام، او زي ما تقول بإيفيدنس قوي جدا. هتقول لي يعني انا مثلا طب انا ممكن اكون بسال على ريسك فاكتور وعلاقه الريسك فاكتور ده بالديزيز الموجود، يعني انا بتحرك او خلينا اقول الاوتكم بالريسك فاكتور، عايزه اثبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مدى علاقه الريسك فاكتور ده بالديزيز، يعني هنقول اقرب ان انا همشي بالكيس كنترول. فانا لقيت قدامي كيس كنترول بس الإيفيدنس نسبه الاكيرنس بتاعت الديزيز بتاعت الريسيرش ده مش قوي، بس في ريسيرش تاني كان كوهرت اوكي وكان جزء منه بيتناول الجزئيه دي مثلا يعني جزء من الريسيرش ذات نفسه كيس كنترول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بس هو كاستدي كامله متكامله هو الديزاين بتاعه الكوهرت، طالما ده هيخدم الاجابه بتاعتي وطالما في ايفيدنس عالي وطالما في دقه اعلى يبقى طبيعي ان انا همشي مع اللي صاحب الدقه الاعلى. فما فيش ديزاين هو البيست بالنسبه لاي استدي انا هطلعه، بس الاهم ان انت تبقى عارف ان انا في الحاله الفلانيه بستعمل الحاله الفلانيه، الحاله الفلانيه بستعمل الحاله الفلانيه، دي كمعلومه ليك تمام. يبقى ايه هو البيست ديزاين؟ نو ابروتش از اولويز ذا بيست بت the best is what answer the research question. تمام، دي تجميعه كده، دي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لما بلاقي ايه بستعمل انهي واحده. يعني انا لو بسال على ثيرابي او انترفينشن فانا بميل ان انا استعمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكنترول ترايل تمام، لان انا بعمل انترفينشن في حاله زي دي بقدم تريتمنت او بعمل طالما ثيرابي او بعمل بريفنشن ان انا مثلا بمنع شيء فلان بتدخل، المهم ان هو تدخل فطبيعي يبقى كلينيكال ترايل وبيبقى افضل حاجه اللي هو الدبل بلايند راندمايز كنترول ترايل. لو بسال على دايجنوزس قلنا ده بيبقى في حاله الكروس سكشنال ستدي، ولو عملته اكتر من مره يبقى لونجيتيودنال، بس مني الكروس سكشنال تمام. بالنسبه لو انا هسال على البروجنوزس يعني حاجه قدام بعمل فولو اب تبقى كوهورت ستدي، في هنا تركيه بقى اللي هي فكره الايتيولوجي ان انا عايزه اسال عن الايتيولوجي وعلاقته بالديزيز. يعني انا دلوقتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد انا بتحرك من الريسك من الكوز عشان رايح ناحيه الاوتكم، عايز اتاكد ان الريسك فاكتور موجود عندي هيسبب الاوتكم، انا مش ببتدي بالديزيز اوكي، مش ببتدي بالديزيز، انا مجرد عايزه اعرف السموكينج هيسبب ايه مستقبلا تمام، عايزه اعرف ده هيكون ايتيولوجي لايه اوكي. فانا ببدأ من ده وطالعه لقدام بمشي فولو اب عشان اشوف الديزيز اللي هيحصل نتيجه للحاجه اللي موجوده قدامي دي ايه، فده بسميه ايه الكوهورت ستدي. تركايه بالله عليكم خلي بالكم تمام. ده بالنسبه لايه بالنسبه لي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لموضوعنا، وهخلي ممكن اخلي فيه 10 دقائق كده اضافه للفيديو ده اتكلم فيها او احل فيها مجموعه من